بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير إخواني وأخواتي وفي أحسن حال. أتكلم برضو على السراكل عشان الفيديو ما يطولش، لأنه ممكن يطول شوية، عن عملات. كل يوم كده نتكلم 3-4 عملات من التذكارية يا جماعة، والأسعار الجديدة اللي نزلت في الكتالوج العالمي، وأسعار موثقة من دار الصك ومن الخزانة العامة، علشان العملات اتمنعت من التصدير بره ومن طبعا الشحن والكلام من ده. فأصبحوا ايه، قال لك احنا كنا منتظرين الكلام ده من زمان، وفعلا اكدوا على كلامهم ووثقوا الكتاب، والكتالوج موثق، كتالوج عالمي فيه الاسعار كلها من اول النص مليم حتى العملات ضربة في مصر. كل العملات هتبسطكوا يا جماعه في الاسعار الجديده، الجنيه بالذات الفضه بقى، العملات التذكاريه. هنتكلم النهارده عن العملات التذكاريه الفضه، ليه الجنيه والكلام ده كله، وطبعا اغلبيه معاه، وهنشوف الاسعار بقى اختلفت قد ايه، ومن الكتالوج العالمي متوثق، وهجيب لكم الدليل دلوقتي حالا من الكتاب، كل شيء بالتفصيل، من اوزان، من اسعار، من البيع، من بيع في شهر كذا في شهر كذا اتباع، ما لان الاسعار يا جماعه بيعملوا على اساس البيع والشراء والكلام من ده، وكل ده مصدق، محدش يبيع اقل من كده واقل من السعر اللي احنا هنقول. انا بقول اهو ده حصري للقناه بتاعت الحمد لله، والاسعار الجديده حصري عندي، محدش لسه عامل اسعار جديده الا القناه عندي والحمد لله. تمام، فهنشوف مع بعض كل الاسعار بتاع الجنيه الفضه اللي هو التذكاري، بس ايه فيديو فيديو كده، وهنشوف مع بعض الاول العملات اللي معانا ده هتعمل ايه. فركز معايا في الفيديو، خلي بالك من الاسعار اللي هتتعمل جديده، ومحدش يبيع لا اسواق ولا غيره ولا لاي هوا ولا لاي حد الا بالاسعار اللي انا اقول عليها. ان شاء الله ما تبعت العمله لا مؤاخذه يعني، لان استغلال ما احناش عايزين استغلال، وما ياخدوا العمله ب 10 وب 20 وب 50 ليه يعني؟ احنا لو منعنا الكلام ده هيجيبوا عملات منين؟ محدش هيلاقي عملات صدقني، وكده كده هيلجأوا لنا والعملات هتزيد. نشوف الكلام ده بعد الانترو. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم. هنرجع طبعا في الجنيه اللي هو يا جماعه بتاع الفاو، الجنيه اللي هو مزيد من الطعام، اللي هو بتاع الفاو بتاع 1973 الجنيه ده طبعا، و1393 هجري. اوقات بتلاقي الهجري ده يا جماعه مختلف، بتلاقيه مثلا 1394 على 73 ماشي، واوقات بتلاقيه 92 على 72 و73، لان الهجري دايما بيلحق الميلادي مرتين، اوقات في اول السنه وفي اخر السنه. تمام، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. فطبعا عندك الجنيه ده طبعا رقم الكرواس ملناش دعوه منه، البلد طبعا مصر اللي الكلام ده كله ايه ملناش دعوه بيه. عندك مؤتمر اللي هو اللي بتاع، عندك هو فضه من 720، فضه 720 ماشي يا جماعه. طبعا الوزن بتاعه 25 جرام، 25 جرام. القطر بتاعه يا جماعه 40 ملي. السمك بتاعه 2.5 من 10. تمام، ممكن الكلام مش واضح قوي، ولكن يعني هحاول ان انا ايه اوضح عن كده شويه. تمام، الواجهه طبعا قناه السويس، طبعا ما تذكروش الكلام ده، احنا هنيجي للاسعار دلوقتي والاثبات رسمي. تمام، الواجهه طبعا مكتوب عليه 73 اللي هو جمهوريه مصر العربيه. تمام، جنيه الفاو هو جنيه واحد اللي هو بتاع الفاو، يعني انتاج مزيد من الطعام. يا جماعه نشوف بقى الاسعار بالظبط بتتباع ازاي ومعموله ازاي في الكتالوج. طبعا يا جماعه ديت الاسعار هي بالاشهر. تمام، سنه 2022 اهو متباع بكام؟ اهو ب 26 دولار وتحت ب 24 وتحت 14 وتحت 31 ومتسعر ب 25 و38 سنت. فطبعا مش هنقول 25 و38 سنت، احنا هنقول 30 دولار، لان هو فوق متباع اهوت الخمسه منه في اهو في شهر سبتمبر اهو بكام؟ ب 31 دولار ونص. احنا هناخد يا جماعه ال 30 دولار، 30 دولار دول يعملوا كام يا جماعه؟ يعملوا حوالي 550 جنيه، 600 جنيه. يبقى ما يتباعش اقل من 600 جنيه ساغ واحد، ويزيد عن كده ويتباع ب 700 جنيه وب 800 جنيه كمان. دي الاسعار، معمول منه كم قطعه؟ 50,000 قطعه بس. وادي اهو صك العمله اهوت او النقود، وبروف ما فيش منه بروف، بروف اللي هو العمله بتبقى التجارب الاول قبل ايه ما يصدروها، بيعملوا منها ايه؟ حوالي 3000 2000 ما فيش منها، في منها بس 50,000 قطعه. فقليل، عرفنا العمله دي بتتباع بكام يا جماعه؟ دي الاسعار بتاعتها اللي اتباعت به، اللي اتباعت به. فاحنا هناخد بالاغلبيه. في جنيه اللي هو 1974 اللي هو بتاع 10 رمضان اللي هو 1974، طبعا مكتوب هنا ايه 73 اهو، هنا 74، 1 جنيه اللي هو 1394 هجري، 1974 ميلادي. اوقات برضو بتلاقي الهجري ده مختلف، ارجو اللي معاه الاختلاف ده يبعته لي ويراسلنا عشان اعرضه على القناه، لان ليه نجيب فلوس كتير عن العادي.
تمام، لان ده اخطاء. في برضه نفس الشيء، ادي فضه برضه عيار 720، الوزن بتاعه بقى ده اقل من الثاني 15 جرام، الثاني كان 25، بتفرق طبعا في الاوزان لان ده فضه. طبعا في منه برضه وزن 18، فده منه برضه في وزن 18 وفي وزن منه 25 جرام، فال 15 جرام ده بيبقى قليل شويه. تمام، ده في الكتالوج جايبينه هو ال 15 برضه، ايه القطر بتاعه 35 مللي، السك بتاعه 2.5 مللي. 10 رمضان 1393، 6 اكتوبر 1973 اهو. طيب تمام، اللي هو دي الوجه الامامي والوجه الخلفي طبعا جمهورية مصر العربية 1 جنيه، اللي هو ايه. نشوف الاسعار بتاعتنا برضو. الاسعار بتاعتنا يا جماعة بتبدأ من، بقول لك ايه، بيعه ب 16.5، من 16.31، لا هو متباع بكام؟ متباع ب 16، متباع ب 19، متباع ب 25، متباع ب 21. هنبيعه ب 25 دولار، 25 دولار و25 سنت، احنا هنبيعه ب 25 دولار يعني 500 جنيه يا جماعه. تمام، طبعا الوزن بتاعه يختلف، هو ممكن يعمل 450 جنيه و400 جنيه. ليه؟ لان وزنه 15 غرام غير برضه الثاني 25 غرام. فعرفنا الوزن بتاعه ده يعمل من 450 ل 600 جنيه، وممكن يتباع ب 700 جنيه. لو وزنه اكتر من كده يتباع ب 700 جنيه و800 جنيه. عدد القطع منه 50,000 قطعه فقط بس لا غير. تمام، قدامك الكتالوج والاسعار اهي يا جماعه، اسعار موثقه وكتالوج عالمي وكل شيء فيه بالتفصيل وكل شيء فيه بالاسعار اللي احنا بنقول عليها بالظبط بالدولار، واتباع ازاي واتعمل ازاي، وبناء عليهم ما بيحددوا السعر. في معانا 1 جنيه اللي هو في الكتالوج، القطع النقديه اهو 1976، متباع بكام؟ ده بتاع برضو انتاج مزيد من الطعام، بس ده 1976. من الفضة برضو عيار 720، برضو الوزن بتاعه برضو 15 جرام، إلي في منه 18 في منه 25. تمام، عندك برضو قطر 35، السمك بتاعه 2 بس ملي، التاني كان 2.5. طبعا الواجه الامامي انتاج مزيد من الطعام اللي هو الفاو، الواجه الخلفي طبعا اللي هو السنوي بتاعه جمهوريه مصر العربيه 1 جنيه. نشوف الاسعار بتاعته، الاسعار بتاعته عامل لك 16.35 سنت، متباع بكام؟ متباع يا جماعه ب اهوت فوق ب 15، متباع قصدي ب 16، متباع ب حوالي 30 فوق اهوت، ومتباع ب 25. ماشي، احنا هنقول هنبيعه عشان ومعمول منه 50,000 قطعة يا جماعة، 50,000 قطعة. فاحنا هنقول هنبيعه برضو ب 450، يوصل لحد 600 جنيه. ما يتباعش اقل من 450 جنيه سعر واحد، بس ده اللي انا اقدر اقول. فيما فوق، فيما فوق، تاخد دايما اللي انا بقوله في الاول، ما تبيعش، ما تقولش انا هبيعه ب 600 700، لا، لو جالك في 450 بيعه، علشان الوزن بتاعه بس قليل 15 غرام، الثاني 25 غرام، ما تتنازلش فيه عن 600 جنيه بدايه او 550 جنيه بدايه، يوصل لحد 700 جنيه و800 جنيه. انا بقول لك كده، دول نوادر مش موجود بينهم، بيعوا زي ما انت عايز وانت حر، كل واحد حر في عملته. انا ما اقدرش، انا بقول على الاسعار اللي انت تبيع بيها متوثقه من الكتالوج العالمي، اللي عايز يبيع بقى يبيع، اللي ما يبيعش هو حر في عملته، كل واحد حر. تمام، هجيب لكم كل بقيه الجنيه وبقيه كل العملات من اول نص مليم لحد ال 200 جنيه بتاع النهارده. تابعوني اول باول في كل الفيديوهات، ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.